بيبدأ فيلمنا مع رسالة بيوجهها أب لابنه وبيحكي له فيها إن من سنين كتير القائد بيلو دخل في حرب مع الشرير تشيرنو، واللي قدر يصنع سلاح مرعب كان اسمه أكل الأمواج واللي بيقدر يدمر أي حاجة في الكون. فقرر بيلو إن هو يجمع مقاتلين عندهم القدرة على التنقل الآني، واللي معناها بكل بساطة إنهم بيقدروا يتنقلوا من مكان للتاني في لمح البصر. وهاجموا بقى الشرير تشيرنو واصطدمت ساعتها سفينته بالقمر ودمرته وهرب لمكان في كوكب الأرض، وهناك بيلو اللي معاه قدروا ان هم يحبسوه تحت الارض علشان ما يطلعش من تاني. ولكن سكان الارض عانوا من امراض وفقر كتير بسبب تدمير القمر بتاعهم، وبعد سنين اتولد 3 رياضيين على الارض وكان عندهم القدرة على التنقل الاني. وبيختم رسالته بقى بيقول لابنه ان هو بيحرس اخطر كائن موجود في الكون، بس خلاص الكائن ده قرب ان هو يكون ضعيف ووقتها هيقدر يرجع لبيته من تاني. وعلى الارض الناس كلها بتبقى حابة كرة القدم الكونية ومتعلقين بابطالهم التلاتة، ويفضل انطوان يبص عليهم، لكن فجأة كده كائنة فضائية تحاول تقتله وتوقع عليها عمود، لكنه بيطلع منها كالعادة والناس كلها بتنفر منه بسبب ان هو سيء الحظ على طول وبيحصل له حاجات غريبة. ولكن في البداية كده قناتي التانية للقصص هتلاقوا اللينك بتاعها موجود تحت في الديسكريبشن اللي هو الوصف يعني، وكمان في اول كومنت انزلوا اشتركوا فيها وشوفوا القصص هتعجبكم جدا. يلا نكمل. وبتتواصل بقى فعليا مع ابوها تشيرنو واللي بيزعق لها بسبب انها فشلت في قتل انطوان، علشان البروتو جين اللي هو اخترعه تشيرنو دخل في جسم انطوان ومحتاج بقى دمه علشان يقدر يخرج من الحفرة اللي هو موجود فيها دي قبل ما تتحول لقبر ما يعرفش يخرج منه للابد. فتبدأ بعدها مباراة كرة القدم الكونية، واللي بتبقى مكونة من 4 اشخاص لكل فريق ما عدا فريق الارضيين اللي مكون من 3 بس، لان مفيش اي حد بشري عند القدرة على الانتقال غير ان هم الـ3. وبيعتمد بقى الفريق ده على قيادة ناتاشا وسرعة فان وتسديدات بيليه علشان يكسبوا، وفي نفس الوقت بيروح انطوان علشان يشوف شغل علشان امه تعبانه جدا، ولكن الست دي بتنفض له علشان عماله بتتفرج على الماتش ومش فاضيه. فبيتضايق انطوان جدا وبيقفل الشباك على الناس وبيطلب منهم يركزوا في حياتهم، وده بقى علشان انطوان بيكره كره القدم الكونيه، فيطردوه بره المكان وهو عمال بيقول لهم ان من 20 سنه القمر اتدمر والناس دلوقتي بتعاني في الفقر والجوع وكل ده بس اللي عمال يهمكم. وبيشغل الحارس جهاز في الحصار بتاع تشيرنو علشان يحتوي اكل الاموال اللي عمال بيصنعه تشيرنو ده، بس المره دي بيتحكم فيه وبيحاول كمان ان هو يضربهم. فبيتصل الحارس بسرعه ببيلو علشان يعرفوا اللي عمال بيحصل، وبيوقف بيلو رئيس اتحاد كره القدم الكونيه قدام الكائنات كلها ويعمل مباراه بين الارض والكائنات التانية علشان يحددوا فيها من هيطلع للنهائيات. وفي نفس الوقت اللي بيقدر فيه تشيرنو يقتل الحارس واللي كان معاه باستخدام اكل الامواج، ولكن قبل ما يقدر ان هو يحرر نفسه اخر واحد في السفينه بيحتوي الطاقه وبينهي تشيرنو في الخروج للعالم. وتبدأ بقى المباراة بين الارض والكائنات ويكسبوا باكتساح ويتأهلوا للمرة الاولى للنهائيات، وتتحول بقى الكورة اللي كانوا عمالين بيلعبوا بيها اول ما بتتخبط 5 مرات لحتة حجر ملهوش اي لازمة وبيترمى على تشيرنو. علشان نفهم ان المباريات دي بتتلعب باكل الامواج اللي بيعمله تشيرنو، لكن محدش يعرف كده غير بيلو. وبعدها بيرجع انطوان للبيت اللي كان بيعيش فيه هو وامه بس، ولكن ده بيلاقي ان امه وقع على الارض فيفوقها ويجيب العلاج علشان يديهولها، ولكن ده بيتفاجئ ان هو خلصان فينزل بسرعه لتحت علشان يتصرف ويجيبه، ويحاول كمان ان هو يقتحم الصيدليه لكنه بيفشل. وهنا بقى تظهر بنت بتقدر ان هي تقتحم الصيدليه، فيدخل وراها وياخد العلاج بتاع امه، ولكن الشرطه خلاص وصلت. يجري بقى هو والبنت بسرعه لحد ما استخبوا في مكان، والبنت بتكتم صوتها علشان ما ياخدوش بالهم، ولكن انطوان بيلاقي سحليه جنبه وهو بيخاف من السحالي جدا فبيصرخ، وكمان الشرطه بتسمع صوته لحد ما بيطلع يسلم نفسه ويقول لهم ان البنت مشيت في اتجاه تاني، وبيوقعهم بقى على بعض وبيطلع يجري، لكن العربيه بتخبطه فجاه وبيختفي من غير اي اثر. فينزل بقى سواق العربيه ويقف كده على جنب وبيتحول لفالايا واللي حاولت تموته ولكن اختفى. وبيجي بقى انذار لبيلو بان في بشري عمال بيتنقل من غير اي تصريح، وتظهر بقى البنت من تاني قدام انطوان واللي انتقل من غير ما يعرف ازاي ده حصل. فبتقوم واخداه وينزلوا هما الاتنين بلاعه علشان توريه المكان اللي هي قاعده فيه، وبتقول له ان ابوها تعبان هي كمان وبتسرق العلاج علشان تساعده، وان هي الوحيده في العالم اللي مش بتحب الكوره. فبينبهر انطوان بيها لان هو كمان مفكر ان هو الوحيد اللي مش بيحبها، ودي بقى تقدم له نفسها وبتعرفه ان هي اسمها انيا. فبيقول لها ان لازم امشي دلوقتي علشان الحق امي، ولكن ده بينسى الازازه بتاعته، وهنا بقى تتحول انيا علشان تظهر انها كانت فالايا. وبتتواصل بقى مع تشيرنو وتقول له ان البروتوجين اتفعل جوه انطوان وقدر ينتقل من مكان
التاني وبتديله بقى خصلة من شعره، فيركبها تشيرنو في الجهاز اللي عنده عشان يكتمل ويقدر ان هو يهرب، ولكن المحاولة بتفشل لان الخصلة مش كفاية ومحتاج دم كتير من جسم انطوان، فيتهجم على فرايا وبيطلب منها تقتله وتجيب له الدم بسرعة قبل فوات الاوان، وبيوصل بقى انطوان للبيت وهو مبسوط جدا، لكنه بيتفاجئ ببيلو وفريق الكرة الارضية كلها، وكان بيهنيه بيلو بيقول له انت بقيت عندك القدرة على الانتقال الاني وبكده هتنضم للفريق بتاعنا، ولكن انطوان بيرفض وبيعرفه انه مش مهتم بالكرة اصلا وكمان لازم يفضل جنب امه المريضة، وفجأة كده بتوصل الشرطة عشان تعتقل انطوان بسبب السرقة، ولكن بيلو بيجمدهم في مكانهم، فبتطلب ناتاشا من بيلو ان هم يلاقوا علاج لام انطوان، فبيوافق بيلو وبيتفق مع انطوان وبياخدوا وبيروحوا للسفينة بتاعت الاستاد بتاعهم ويحطوها على جهاز علشان يعملوا له روبوت صغير كان اسمه سبوتينج، وده اللي بيندمج معاه اثناء المباراة وبيلبسه، وده غير ان هو بيحذره من اي خطر، وفعليا بيتولد الروبوت الخاص بانطوان وبيعرفوه ان هو لازم يهتم بيه ويحسسه ان هما الاتنين كيان واحد علشان يقدر يكون مفيد معاه، وبياخدوه بعدها للتدريبات، وبيلو بيقول له انطوان انت قدرت انك تتنقل لما حسيت بالموت فلازم نحطك في نفس الخطر من تاني، هو بيفضل يضربه شويه لكن مش بيقدر انطوان ان هو يتنقل، فبتتطوع ناتاشا وبتحضن انطوان اللي قالت له اول ما شافته انها معجبه بيه، وبتتنقل بيه لكذا مكان علشان يقدر يتنقل لكنه بيفشل، فبيطلب منهم تدريبات كمان، وفعليا كملوا معاه تدريب لحد ما قدر ان هو يتنقل بسرعه كبيره جدا ويبقى اول واحد في التاريخ يتعلم الانتقال باتقان من اول تدريب، وبعدها يقدر يدمر كوره بقوه كبيره جدا، فبيتفاجئوا كلهم من المهارات الكبيره اللي عند انطوان لان مفيش اي حد يقدر يضرب الكوره بالقوه دي، وكلهم فضلوا يهنوه وبيتحرك بقى بيلو وناتاشا، وهو عمال بيقول لها ان لسه في مشكله لانهم مش هيقدروا يعالجوا ام انطوان، وبيسمع بقى انطوان كلام بيلو وبيتضايق جدا وبيفهم ان هم كانوا عمالين بيضحكوا عليه، لكن بيلو بيروح يتكلم مع مجلس الكون وبيطلب منهم ان هم يعالجوا ام انطوان لان دي الطريقه الوحيده اللي هيفضل بيها معاهم، خصوصا ان هو يعتبر افضل رياضي شافوا بيلو على مر التاريخ وما ينفعش يخسروه، وبتبقى قدره العلاج موجوده ولكن مش للبشر مش متاحه ليهم علشان مش متطورين، لكن بيقدر بيلو يقنع المجلس انهم لازم يعالجوا ام انطوان، وبتوصل بقى ناتاشا لام انطوان وبتبدا معاها العلاج، وانطوان بيبقى متضايق جدا بسبب اللي سمعه وبيقعد لوحده لحد ما بيجيله طفل ويديله الازازه بتاعته بيقول له ان انيا عايزه تشوفه، فبيسيب البوستنج بتاعه وبيروح لعندها، ولما بتعرف ان هو انضم للفريق وبقى رياضي بتديله مصل علشان يسمم النباتات اللي في ارضيه الاستاد ويدمر بقى الكره علشان محدش يتفرج عليها من تاني، وبيفضل يحاول ياخده منها لحد ما يقع عليها ويحاول يبوسها، ولكن بيوصل الروبوت بتاعه وكان عمال بيشده علشان يبص على ناتاشا اللي اتضايقت جدا لما شافته مع انيا، واللي كمان بتديله المصل من غير ما ناتاشا تاخد بالها، وبيجهزوا بقى كلهم علشان المباراه، وبيرمي بقى انطوان المصل في ارضيه الاستاد قبل ما يدخل المباراه، وبيدخل بقى الملعب الضخم جدا وفي كائنات من مختلف انحاء الكون، ولكن انطوان بيقعد في الارض وبيرفض ان هو يلعب او يرد عليهم، فيقوم بيلو موقف المباراه وبينزل لعند انطوان علشان يفهم فيه ايه، فبيقول له انطوان انت كدبت عليا وقلت لي انك هتعالج امي، فبتوريه ناتاشا امه وهي نشيطه جدا والعلاج فعليا بدا يجيب نتيجه معاها، وياخدوا بقى بيلو معاه علشان يوريه ان التدريب اللي كان عمال بيخوضه واللعبه دي كلها عباره عن كره ثلاثيه الابعاد عملها بيلو علشان يدرب الرياضيين على تدميرها، علشان دي بقى نفس شكل الكوره اللي بيعملها الشرير تشيرنو واللي اسمها اكل الامواج، وده كمان علشان بيلو يجهز الناس انهم يقدروا يتصدوا لاكل الامواج وكمان يدمروه لو اتحرر، وبيعرفوا كمان ان تشيرنو في سجن تحت الاستاد اللي هم فيه دلوقتي وما يقدروش يدمروه وهو في مكانه علشان ده ممكن يسبب شق في الارض ويدمرها زي ما حصل للقمر، فبيفهم انطوان ان هو عمل جريمه وبيجري بسرعه على المكان اللي حط فيه المصل، وبيلاقيه اتحول لنوع من الفطريات انتشر جدا في المكان كله وهيبدا في التاكل، فيرجع للملعب ويلاقي ان الشق عمال بيحصل ويروح بسرعه ينبه بيلو اللي بيحاول يداريه بالتلج لكنه بيفشل، فيلغي المباراه وكمان يخلي المكان بسرعه من الناس ويضربوا الكوره بتاعه تشيرنو بيحولوها لحجاره، وبيستغرب بيلو ان انطوان لسه صاحي علشان خبط في اكل الامواج وكلهم بيشكروه على اداء البطولي، فيحبس الروبوت بتاعه ويروح لعند انيا علشان يتكلم معاها عن اللي حصل، لكنها بتخدره بمسحوق معين علشان يفضل مشلول لفتره، فتتحول لشكلها الحقيقي علشان تعرفه ان اسمها فلايا وانها عصت اوامر ابوها في انها تقتل انطوان، وهي اللي حطت له صندوق من السحاب
السحالي زمان جنب سريره، ومن وقتها وهو عمال بيخاف من السحالي، وكل حاجه وحشه حصلت له كانت هي اللي عماله بتعملها. وفي نفس الوقت بيقدر السبوتينج بتاع انطوان ان هو يتحرر ويروح بسرعه علشان يلحقه، علشان ده حس بالخطر، وده بقى يفقد الوعي بعد ما فلايا اخذت منه عينه كبيره جدا من الدم وبتحولها لابوها تشيرنو، وبعدها تهرب من المكان. وبيوصل بقى للسبوتينج وبيعالج انطوان وبينقذ حياته، وبيقدر تشيرنو يصنع وحش عملاق اكل امواج عشان يقدر يتحرر ويدمر العالم. وبيوصل بقى بيلو وناتاشا وبيعرفوا ان المكان ده هو معمل تشيرنو، فبيتاسف انطوان على اللي عمله ان هو سمم الملعب. وبتظهر رساله من تشيرنو لبيلو بيقول له فيها يا صانعي انا هديك فرصه تنضم ليا قبل ما ادمر العالم. فبتستغرب ناتاشا ان تشيرنو بيقول لبيلو ان هو اللي صنعه، وبيطلعوا بقى كلهم علشان يشوفوا الوحش العملاق بتاع تشيرنو. فيطلب بيلو من الفرق كلها ان هم يجهزوا نفسهم علشان اكل الامواج هيبقى في المدينه قريب جدا. وبيطلع بقى بيلو في التلفزيون للناس في الارض وبيعرفهم اللي عمال بيحصل، وان الهدف الرئيسي من الكره الكونيه كان حمايتهم من خطر تشيرنو. وبتروح له بقى ناتاشا وبتساله ليه تشيرنو قال ان هو اللي صنعه، فيقول لها ان تشيرنو كان اعظم اختراع فاشل ليه، كان مفكر ان هو هيخليه زي السبوتينج ويساعده، ولكن فشل في كبح مشاعره. وساعتها تشيرنو اتعلم حاجات كتير لوحده وحصل اللي حصل. ويبدا بقى الهجوم على الارض، وبتحاول كل الفرق انهم يتصدوا لاكل الامواج، ولما بيشوفوا انطوان اللي عمال بيحصل في السماء بيعتذر للسبوتينج بتاعه على المعامله السيئه اللي كان عمال بيعاملها له، وبيقول له ان احنا الاثنين كان واحد. فبيصحى سبوتينج من تاني من السبات اللي كان فيه ويحط ايده على دماغ انطوان وبيعرفه ان ناتاشا بتحبه، فينطلق لعند الناس وينقذ منهم اتنين قبل ما تخبطهم الكره ويموتوا. وبعدها بينضم للباقي ويقوم واخد فان علشان ترتاح علشان دي اتصابت كتير في الحرب، ويقول لها انا هطلع مكانك دلوقتي، ويسيبها مع واحد من المدينه علشان يهتم بيها وكمان يدمر واحده من الكور، لكن بتيجي واحده تانيه وتخبط فيه، فيحس سبوتينج بالخطر وبيجري علشان يلاقيه متاثرش بالضربه، ويطير بقى لنقطه عاليه وبيتصدى لاكل الامواج بضربه واحده بس. وفي نفس الوقت ناتاشا بتاخد بيلو وبتنتقل بيه للمكان اللي كان موجود فيه تشيرنو، فبيستعد بيلو لوضع المعركه وبيطلع كائن فضائي وبيدخل في قتال مع بيلو. وفي نفس الوقت برضه ناتاشا عماله بتتقاتل مع فلايا، واللي قدرت انها تسيطر على ناتاشا وتحبسها كمان في الجدار، وبيلو بيقدر يجمد تشيرنو. وقبل ما يدمره بتستخدم فلايا المسحوق بتاعها عليه وبتخليه واقف مش عارف يتحرك، وبيمسكه بقى تشيرنو. وقبل ما يقتله بيظهر انطوان وبيمسك فلايا وبيهدد بيها تشيرنو، فبيضربها تشيرنو وبيوقف انطوان في الجدار وبيقتل بيلو. فبتقول فلايا المصابه لانطوان ان السفينه مصنوعه من خلايا ويحاول يتكلم معاها، فيقدر انطوان ان هو يروض الوحش العملاق ويقلبه على تشيرنو علشان يدمره مع اختراعاته للابد. وبتتعين بقى ناتاشا قائد مكان بيلو اللي مات اثناء الحرب، وبيستخدم بقى انطوان قوته علشان يخلي الوحش العملاق يصلح القمر من تاني، ولكن يوصل الشرطي اللي كان عمال بيطارده من البدايه علشان سرقه الصيدليه، وبيعرفه ان هو هيتجوز امه ومسامحه على السرقه اللي كان عملها علشان يكون له انطوان عائله كبيره وما يحسش ابدا ان هو لوحده، وخصوصا بعد ما بقى بطل الشعب وانقذ العالم. وبس كده. وفي الاخر بقى كده ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان تجيلكم كل التنبيهات. وبس كده.